بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهارده ضيف عزيز شرفنا من المملكه العربيه السعوديه. الشرف لنا يا حبيبي. الحمد لله على السلامه وشرفتنا ونورتنا. الله يسلمك ويطول بعمرك. قول لي بقى ليه اخترت العياده بتاعتنا؟ والله بسم الله ما شاء الله، يعني على اللي نشوفه يعني من مقاطع فيديو من السوشيال ميديا ومن توصيه من الشباب يعني تواصلنا معهم، فمدحوك كثير. قالوا الدكتور محمد النايثم يعني بسم الله ما شاء الله، هو الطاقم اللي معه ناجح، وحبينا نجرب التجربه هذه وان شاء الله باذن الله نطلع بنتيجه حلوه ان شاء الله يا بطل. هذا شرف كبير لنا ان شاء الله. الشرف ليا وشرفتني ونورتني. حالتنا ما عنده تثدي من الدرجه الثانيه على الثدي اليمين وعلى الثدي الشمال، وفي تراكم للدهون على الجنبين كذلك للعضلات في البطن. هنشفط دهون البطن ونحاول نعمل ابراز خفيف للعضلات مع طبعا ازاله التثدي وشفط جوانب الثدي. تابعونا ان شاء الله هتبقى حاله كويسه. تمام. حاسس بفرق؟ بسم الله ما شاء الله، الدكتور ما قصر صراحه. وانصح جميع شخص يجي للدكتور محمد الهيثم وهو مطمن. شد العضلات بتاعت الصدر. شد العضلات بتاعت الصدر. افرد ايديك كده. الله اكبر. احنا لسه اقل من 24 ساعة. ايه نعم. ما شاء الله، جميل جدا. الأثر بتاع العملية بسيط جدا. تحت العضلات واضح، اللهم بارك. يعني عضلات الصدر كويسة جدا. لسه أول يوم. الحمد لله على السلامة يا بطل، وربنا يهنيك بالنتيجة. الله يسلمك ويعطيكم العافية، والطاقم اللي معك كله مشكورين وما قصرتوا صراحة. وانصح اي واحد ما يتردد للدكتور محمد الهيثم. اللهم لك الحمد. شكرا جزيلا. شكرا يا بطل.